من أجل نشر رسالة الإمام الحسين عليه السلام التي ضحى بأغلى ما يملك من أجلها، ولتعريف العالم بأهمية التمسك بأهل البيت عليهم السلام. أقامت العتبة الحسينية والعتبة العباسية المقدستين مهرجان ربيع الشهادة الدولي 15 في 3 من شهر شعبان في ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام في الصحن الحسيني الشريف. إننا ومن منطلق المسؤولية الدينية والتاريخية لا بد أن نأخذ دورنا ونتحمل مسؤوليتنا أزاء الكم الكبير من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وبالأخص تلك الأفكار التي تمرر بعناوين ومسميات مختلفة وتهدف لانسلاخ المعتقدات الدينية عن مجتمعاتنا. في هذا الوقت وفي هذا الظرف أحوج ما نكون إلى الاتحاد. اتحادنا جميعا بكل الطوائف. أنا لا أعرف ما معنى أن تقول أنا سني أو أنا شيعي. بمجرد وصولي إلى كربلاء ذهبت لزيارة العتبات المقدسة، تلك العتبات المليئة بآلاف الناس، ووجدت هؤلاء الناس يجدون السعادة والرحمة والاطمئنان في هذه الأماكن. مشاركون من طوائف وأديان مختلفة أكدوا على توحدهم واتحادهم في ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام، ومن خلال مهرجان ربيع الشهادة الدولي 15، كما تحدثوا عن دور العراق ومكانته بين الدول الأخرى في العالم. العالم سوف يرى هو كالمسيح وأنا كالمسلم. جئنا هنا هذا يدل على وحدتنا على السلام. اجتماع الأمة على اختلاف أصنافها وأنواعها واختلاف ألوانهم وألسنتهم في هذا المكان لم يكن ولادة اليوم، بل أنه كان منذ زمن بعيد تجتمع الأمة على محبتهم. والاجتماع الذي يحصل من كل الأمم والدول في هذا المهرجان إنما هو دليل على محبة آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الحسين لما له من مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. وحبهم واجب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضل من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. أنا أشكر من دولة العراق ومن المقيمين هذا المهرجان. العراق هو يعتبر قلب النابض للعالم، مثلا الجسم الإنسان عنده القلب الذي يضخ الدم إلى الجسم. العراق أيضا يضخ السلام إلى جميع أنحاء العالم. أهمية العراق هذه. هذا ويشهد مهرجان ربيع الشهادة عدة فعاليات منوعة من جلسات بحثية ومحافل شعرية ومسابقات وفقرات أخرى تقدم خلال 5 أيام وبمشاركة أكثر من 40 دولة. من الصحن الحسيني الشريف، ياسر الطالقاني، قناة العتبة الحسينية المقدسة.